إذن مشاهدينا ومتابعينا الكرام، تستمر أشواط الإثارة وأشواط الندية في هذا المهرجان، مهرجان المؤسس طيب الله ثراه، ينطلق مشاهدي الأعزاء تاسع الأشواط الخاص للإبكار الثنايا لشعارات أصحاب السمو الشيوخ والسعادة ضمن الأشواط المفتوحة. نسير مباشرة ونذكر لجميع المشاركين بأن جائزة هذا الشوط شفرلي تاهو ستيشن تنتظر الفائز بالمركز الأول. نسير ونبدأ مع متاهة في أول المراكز لهجنة الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فران المري، يليها مباشرة في ثاني المراكز جمايل لهجنة الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فران المري في المركز الثاني، بينما المركز الثالث من الجانب الآخر نرى التقدم والانطلاق مشاهدينا الكرام من الجانب الآخر اللي تنطلق فيه وتتواجد في المركز الثالث امريفة لهجنة الشحانية بمتابعة الذهبي سالم بن فران المري، بينما المركز الخامس تتقدم فيه وتتواجد في هذا الانطلاق المميز نرى ونتابع القادمة بكل قوة غي لهجنة الشحانية بمتواجد الشبل جابر بن سالم بن فران المري في المركز الخامس. هذه النتيجة لمراكزنا الخمس الأولى مع تحديات الثمانية كيلومترات، هي المسافة الحاضرة فيها الإثارة والندية. نسير مباشرة إلى المركز الأول، متاهة على الصدارة، متاهة على مقدمة الشوط لهجنة الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فران المري، بينما المركز الثاني نجد في هذه اللحظات التقدم والانطلاق من قبل غي لهجنة الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فران المري، بينما المركز الثالث جماي لهجنة الشحانية بتقدم شبل المضمرين جابر بن سالم بن فران المري مع ثلاث المراكز الأولى بتواجد هذه الأسماء المميزة متاهة وأيضا غي وجمايل. المركز الرابع نشاهد مشاهدينا الأعزاء امريفة لهجنة الشحانية بمتابعة الذهبي سالم بن فران المري في المركز الرابع، بينما الخامس المنطلقين مع خامس المراكز مشهد الأعزاء سرب لهجنة الشحانية بتواجد المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء في شوط ما قبل الختام في تاسع أشواط هذا اليوم الخاصة لسن الثنايا لشعارات أصحاب السمو الشيوخ والسعادة. نسير إلى المركز الأول إلى متاهة على الصدارة، هذه متاهة مشاهدي الأعزاء متصدرة على المركز الأول لهجنة الشحانية بتقدم الشبل جابر بن سالم بن فران المري مضمر ومتابع لانطلاقة متاهة في أول المراكز، بينما المركز الثاني جمايل مع ثاني المراكز لهجنة الشحانية بتقدم الشبل جابر بن سالم بن فران المري، بينما المركز الثالث يليها مباشرة اللي تسللت في هذه اللحظات امريفة لهجنة الشحانية بتقدم الذهبي سالم بن فران المري من قدم لنا الباز وقدم اسماء مميزة في هذا المساء، بينما المركز الرابع امريفة او هنا نعم غي من غيرت مباشرة واحتلت المركز الثاني لهجنة الشحانية مع جابر بن سالم بن فران المري، بينما المركز الخامس ونختم النداء مع سرب لهجنة الشحانية والمضمر او سرب نعم هذه سرب المركز الخامس لهجنة الشحانية بتقدم المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. هكذا مشاهدي الاعزاء النداء لمراكزنا الخمس الاولى مع تحديات الكبار وتحديات شعارات اصحاب السمو الشيوخ والسعادة. ونسير مباشرة ونعود إلى المركز الأول لنستجد النداء مع المركز الأول وتقدم متاهة اللي لازالت على مقدمة الشوط بشعار هجنة الشحانية والمضمر
الشبل جابر بن سالم بن فران المري، بينما المركز الثاني غي، هذه غي مشاهدي الاعزاء لهدنة الشحنية والمضمر جابر بن سالم بن فران المري، بينما المركز الثالث نجد جمايل في تقدمها وانطلاقتها في ثالث المراكز لهدنة الشحنية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فران المري، بينما المركز الرابع نجد في هذه اللحظات الوجود والانطلاق مشاهدي الاعزاء من قبل جمايل لهجنة الشحنية بتواجد الشبل جابر بن سالم بن فران المري، بينما المركز الخامس من الجانب الآخر تتقدم سرب لهجنة الشحنية والمضمر المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية يتسلل مباشرة مشاهدي الأعزاء إلى رابع المراكز. هكذا مشاهدي الأعزاء هي الأسماء الخمسة الأولى المنطلقة في هذا الشوط، وهناك أسماء لن يحن موعد تواجدها في عالم الإذاعة، نترقب دخول جديد على المراكز المتقدمة. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المركز الأول، متاهة، يا سلام يا متاهة على صدارة هذا الشوط بشعار هجنة الشحنية مع المضمر الشبل جابر بن سالم بن فران المري يتواجد في المركز الأول، بينما المركز الثاني تصل في هذه اللحظات مشاهدين الكرام، وصلت مريفة لهجنة الشحنية والذهبي سالم بن فران المري مضمر ومتابع لانطلاقة مريفة في ثاني المراكز، بينما المركز الثالث نجد في هذه اللحظة غي تتقدم في ثالث المراكز بشعار هجنة الشحنية بتواجد الشبل جابر بن سالم بن فران المري، بينما المركز الرابع سرب تصل في هذه اللحظات وتحتل المركز الرابع لهجنة الشحنية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية، بينما المركز الخامس تصل مشاهدي الأعزاء في هذا التقدم وفي هذا الانطلاقة المميزة، وصلت مزنة مشاهدي الأعزاء لتنضم مع المراكز الأولى، أو هذه مشاهدي الأعزاء جمايل في المركز الخامس لهجنة الشحنية مع المضمر والمتابع الشبل جابر بن سالم بن فران المري، هذه مزنة القادمة في المركز الخامس. 3 كيلومترات مشاهدي الأعزاء عن خط النهاية، 3 كيلومترات الفاصلة عن ناموس هذا الشوط وعن معرفة بطلة هذا الشوط من هذه الأسماء العملاقة. نعود إلى المركز الأول، نعود إلى متاهة، هذه متاهة لا زالت مسيطرة ولا زالت محافظة على هذا المركز، المركز الأول لهجنة الشحنية مع الشبل جابر بن سالم بن فران المري، أحد الخبراء في عالم التضمير يقدم لنا متاهة في المركز الأول، بينما المركز الثاني تصل مريفة لهجنة الشحنية والمضمر الذهبي سالم بن فران المري، بينما المركز الثالث تصل سرب لهجنة الشحنية والمضمر محمد بن خالد بن عبد الله العطية، بينما المركز الرابع وصلت مزنة لهجنة الشحنية مع الشبل جابر بن سالم بن فران المري، بينما المركز الخامس نجد في هذه اللحظات غي لهجنة الشحنية مع الشبل جابر بن سالم بن فران المري، ولكن حصل دخول من قبل عبلة إلى المركز الخامس تتسلل مباشرة وتحتل المركز الخامس عبلة لهجنة الشحنية مع الذهبي سالم بن فران المري. هكذا مشاهدي الأعزاء النداء لمراكزنا الخمسة الأولى، بدينا نقترب من العد التنازلي والاتجاه المستقيم إلى خط النهاية وخط الفيصل والحزام الأخضر والمنصة الرئيسية. نتابع الصدارة، نتابع المركز الأول كما تتابعون أعزائي المشاهدين عبر قناة الريان في هذا الإخراج الرائع من مخرجنا العزيز علي بوشارب، من يقدم هذه اللقطات المميزة في كاميرات قناة الريان الفضائية. نتابع أول المراكز ونعود إلى الصدارة، متاهة لا زالت على الصدارة، لا زالت محافظة، لا زالت منطلقة بالمركز الأول، تريد أن تنتزع ناموس هذا الشوط إن واصلت على هذا المشوار لهجنة الشحنية مع الشبل جابر بن سالم بن فران المري. المركز الثاني وصلت في هذه اللحظة، وصلت مشاهدي الأعزاء مريفة في ثاني المراكز لهجنة الشحنية والمضمر الذهبي سالم بن فران المري، بينما الدخول في المركز الثالث من قبل سرب لهجنة الشحنية
والمضمر محمد بن خالد بن عبد الله العطية، بينما المركز الرابع تتقدم في مزنة لهجنة الشحانية والمضمر جابر بن سالم بن فران المري. الشبل يتواجد في المركز الرابع، ولكن نعود إلى الصدارة، نعود إلى متاهة والسيارة بالانتظار. الشبل جابر بن سالم بن فران المري يقدم لنا متاهة في أول المراكز، ولكن الخطورة مشاهدي الأعزاء، الخطورة والانطلاق مع ثاني المراكز. مريفة لهجنة الشحانية والمضمر الذهبي سالم بن فران المري مع ثاني المراكز، بينما الدخول في ثالث المراكز من قبل مزنة. وصلتكم مزنة في هذه اللحظات لهجنة الشحانية والمضمر الشبل جابر بن سالم بن فران المري، بينما الانطلاق من سرب لهجنة الشحانية والمضمر محمد بن خالد بن عبد الله العطية. ولكن وين متاهة؟ متاهة على الصدارة، متاهة أعلنت الانطلاق و الإقلاع إلى خط نهاية بناموس هذا الشوط. يا سلام يا متاهة، متاهة على الصدارة، متاهة تريد أن تنتزع هذا الناموس المميز لهجنة الشحانية مع الشبل جابر بن سالم بن فران المري. ولكن وصلت مزنة ومتاهة كلاهما مشاهدي الأعزاء لهجنة الشحانية. وهنا الشبل جابر بن سالم بن فران المري يقدم هذه الاسمين المميزين في هذا الشوط، ولكن غيرت مزنة وخطفت المركز الأول مع الحزام من الأخضر. لله درك يا الشبل جابر بن سالم بن فران المري قدم لنا مزنة بانطلاقها المميز في هذا الشوط، وتنتزع الشفرلي تاهو ستيشن من مسافة 8 كيلومترات في شوطنا التاسع. تهانينا وألف مبروك مشاهدي الأعزاء لهجنة الشحنية، والتهنئة إلى الشبل جابر بن سالم بن فران المري. ولحظة الوصول والعبور إلى خط نهاية هذه مزنة تصل بحفظ الله ورعايته إلى خط نهاية فائزة في هذا الشوط. تهانينا وألف مبروك لهجنة الشحانية، بينما المركز الثاني وصلت متاهة لهجنة الشحانية. المركز الثالث سرب لهجنة الشحانية. المركز الرابع مريفة لهجنة الشحانية، بينما المركز الخامس جاءت في مشاهدين الكرام إذن مشاهدينا ومتابعينا الكرام، تهانينا وناموس لهجن الشحانية على فوز مزنة بالمركز الأول، والتهنئة إلى شبل المضمرين جابر بن سالم بن فران المري. ولحظة وصول مزنة إلى خط نهاية بتوقيت وقدر 12 دقيقة 30 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا وناموس لهجن الشحانية، والتهنية موصولة إلى الشبل جابر بن سالم بن فران المري من قدم لنا مزنة في المركز الأول، وقدم كذلك متاهة في المركز الثاني بتوقيت وقدر 12 دقيقة 35 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا وناموس. المركز الثالث وصلت في مشاهدينا الكرام سرب لهجنة الشحانية والمضمر محمد بن خالد بن عبد الله العطية. تهانينا والناموس بالتوقيت الزمني 12 دقيقة 38 ثانية و8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. إذن